المئة كيلو جرام ألكسندر ريبيرو ضد اللاعب برناردو فيرا. برناردو فيريا من البرازيل، اللاعب أيضا يعتبر من أقوى اللاعبين في الجوجيتسو ألكسندر ريبيرو، لاعب كبير في رياضة الجوجيتسو. برناردو فيريا ألكسندر ريبيرو، مباراة قوية، وزن 100 كيلو جرام. حكم يوقف المباراة. مباراة حتى الآن ما في أي نتيجة. هذا شديد بين الاثنين، هاي محاولة من ألكسندر من وضعية الأوبن جارد، يحاول أن يطبق حركة التشوك. ثمان مباريات باقي على ختام اليوم الختامي. حركة جميلة، محاولة من فريق أن يعدي من الجار، فريق الحكم يعطي له أفضلية، محاولة السيطرة على الظهر. ثمان مباريات بعد هذه أو تسع مباريات بعد هذه المباراة، نختم مستوى الحزام الأسود بالوزن الثقيل، من بعده بنبدأ الأوزان المفتوحة من كل حزام. الآن ألكسندر يحاول يعدي من الجارد،
فرص متعادلة بين الاثنين حتى الآن، ما في أي يعني الاثنين عندهم أفضلية. ألكسندر يحاول، خسران بأفضلية ألكسندر. حركة جميلة جدا لألكسندر، يحصل فيها على نقطتين. حركة السويب وايد جميلة كانت. ألكسندر ريبيرو عشر ثواني، فهي يحاول يعوض هاي الخسارة. انتهى الوقت، ألكسندر ريبيرو يفوز في هذه المباراة. مبروك لألكسندر ريبيرو. وزن تحت ال 100 كيلو جرام، مستوى الحزام الأسود. المباراة اللي بعدها وزن فوق ال 100 كيلو جرام، من ثم بنبدأ الأوزان المفتوحة في كل الأحزمة.